وسهلا بكم معنا في سانتياغو برنابيو ومع الجولة 29 ومع الموعد الكروي الأهم على مستوى أوروبا بل قل على مستوى العالم، ما يعرف بالكلاسيكو، لحظة الحقيقة والمواجهة المرتقبة والتي يترقبها كل عشاق أو كل عشاق المستديرة في كل مكان. أنخيل دي ماريا الجاي اليوم لبي الجاي اليسرى رونالدو ورأس الحربة كريم بنزيما. بالنسبة للبارسا اليوم على يمين الشاشة يلعب بفالديس في حراسة المرمى، دانيال باش على الجهة اليمنى، جورتي ألبا على الجهة اليسرى، وسط الدفاع بيكي وماسكيرانو، وسط الميدان تشافي بوسكيتس وكذلك فابريغاس، إنيستا على الجهة اليسرى، نيمار على الجهة اليمنى ورأس الحربة سيكون ليو ميسي. واحد على واحد كريستيانو يمر يحاول على يسار اليسار يحافظ على كرته، الآن مضغوط عليه بجانب يدانيه، رونالدو يحاول المرور مضغوط عليه من أكثر من لاعب، التدخل الأرجنتيني الإبعاد من ماسكيرانو. من هناك ميسي انطلق نيمار خطيرة أول كرة في المباراة. كرة من جانب لوكا مودريتش مضغوط عليه تصل الآن بوسكيتس مضغوط عليه من جانب كان مخال بيل لكريم وبنزيما الكرة لكنها بعيدة خطيرة. الفارق بيننا أربع نقاط ليس إلا بيكي يوصل أبو وسرة لتشافي، تشافي يلعب لنيمار، نيمار عليه فابريغاس طبعا دانيال باش طلعت لميسي، ميسي كرة صعبة هينا ممتازة جول 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 فعلها أندريس إنييستا بيسرى توغل يلعب التمريرة من ميسي عندما يستلم ميسي ويتوغل ويمرر إنييستا في المكان المناسب خرج خلف المدافعين. الأجهزة الذكية ليسوا لاعبين. جارد بيل انطلق، جارد بيل يزيد في السرعة، راح جارد بيل يواصل، جارد بيل انطلق هيدا منه جارد بيل، جارد بيل اوه لبنزيما، بنزيما يوقف الكرة، بنزيما يمر وكرة سهلة لفيكتوريس تعود مرة أخرى لمارسيلو. فابريغاس فابريغاس ميسي بتسلل يا ميسي ضاعت من ميسي يا إلهي هفوة قاتلة من دفاع الملكي. هنا انطلق ميسي وهنا ضرب باليسرى ولكن التغطية من داريم يستعيد هابيل على يسار لمسة جميلة إلى دي ماريا البحث عن عرضية كرة عرضية جميلة خطرة ما يعدل النتيجة للرال. ملعب سانتياغو برنابيو يهتز، هدف التعادل للرال، يا له من هدف كريم بنزيما ينقذ راسه ينقذ الرال، هدف لكريم بنزيما، التعادل، الريال يعود براسية جميلة بل في منتهى الروعة، الله على دي ماريا وبنزيما من راس روعة لوكا مودريتش، لوكا مودريتش منطلق لكره دي ماريا وكذلك مارسيلو، مارسيلو دي ماريا يعني لوكا مودريتش، مارسيلو انطلق، مارسيلو دي ماريا كره صعبه للريال، انخيل دي ماريا بابا جول جول قلبها الريال مرنجي جميل. دي ماريا الآن يمكنك أن تموت بعد أن تمكنت من إعطاء هدفين لفريقك
هدفان مقابل هدف واحد. زلزال في سانتياغو برنابيو، زلزال لأن الريال سجل هدفين، وزلزال لأن الريال سجل على البارسا، وزلزال لأن الريال عاد من بعيد. لم يفهموا شيئا عشاق الريال. رونالدو لدي ماريا، الحق دي ماريا، الحق دي ماريا، كرة صعبة الريال مع الفيس دي ماريا، والفيس دي ماريا يمر ويلعب كرة جميلة وكريم الراس، كريم خطيرة ولمسة بنزيما. لو سجلت الثالث ستدخل التاريخ، أمر لم يسبق وأن حدث في التاريخ. نعم يا بنزيما لو سجلتها يعني تكون سجلت 3 أهداف في ظرف 10 دقائق، 3 أهداف على برشلونة، 3 أهداف في الكلاسيكو، 3 أهداف يسمحون للريال ربما بالفوز بلقب الدوري. ستدخل التاريخ يا بنزيما، ولا واحد في تاريخ المواجهات بين الريال والبارسا سبق له وأن سجل ثلاثية في ظرف 10 دقائق. حرب جانب إنيسا، إنيسا تعود الكرة الآن عبور الرسام، بعد ذلك لمسة إيجابية، اللمسة من ميسي، وجود جميلة، ميسي يحاول عجيب يا ميسي، أنت من كوكب آخر يا ميسي، الحظ معك، أنت فنان معركة فوق أرضية الميدان. لمسة لكارفاخال، بين الوانتو كارفاخال، وعرضية وتغطية، يستعيد المدافع الأيمن، كارفاخال عرضية خطيرة، بنزيما! يا إلهي! جميلة من كريم، بنزيما بالراس، الريال كان قريب، وبنزيما يتألق، بنزيما يلمع في الكلاسيكو. راح كان بيلو، راح قاعدين بدا يواصل بيلو، بو 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 خطيره بيلو، بو 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 رونالدو مره اخرى باليسرى يتألق خط دي ماريا، دي ماريا يرفع لجارت بيلو، يا سلام يا بنزيما، يا سلام يا سلام عليك يا بنزيما، ماذا ضيعت؟ كادت تكون الثلاثية لكريم بنزيما. جاريث بيل بنزيما تقريبا على خط التسلل، مثل ما وصلته سدده الحارس، صدها ببراعة. كرة وسط بنزيما يلعب لرونالدو، رونالدو رونالدو رونالدو، بو بو بو، ضربة جزاء، جول، ضربة جزاء رونالدو. قلت لك وتساءلت يا كريستيانو، هذا موعد كبير. رونالدو وفيكتور فالديز، رونالدو والثالث للريال، يا له من اجواء. رونالدو يمنح التفوق لريال مدريد، يا له من مهرجان ويا لها من مباراه. 3-2 صارت النتيجه للريال، جول 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 الثالث لريال مدريد، رونالدو يمنح التفوق للريال. رونالدو طلب كره ممتازه لدي ماريا، لبنزيما، جاريث بيل، فيكتور فالديز، بنزيما مصاب، يسجل ثنائية ويمرر بالبراعة وبالأعجوبة اللازمة. شوف الاستلامة رغم أنه ساقط، أوب بالعقب ممتازة ناحية جاريث بيل، من هناك كاد الويلزي يسجل الرابع. لو يأتي الرابع للريال، لو يأتي الثالث للبارسا. للبارسا عرضية نحو القائم الثاني لكنها تبعد من جانب إنييستا. لا لا، إنييستا يسارية جهنمية، كاد يسجل هدف التعادل، مثل ما جاءت على الطائر سددها إنييستا. تسديدة إنييستا اعتلت المرمى، اعتلت عارضة الريال بسنتيمترات، بدأ وكأنها صدمت في أحد اللاعبين. نعم ركنية لبرشلونة. بيكي بدوره من هناك ناحية جوردي ألبا، جوردي ألبا، ميسي ميسي ميسي، أوه با 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 با، ضربة جزاء، جول، ضربة جزاء بطاقة حمراء. كما انت قاسي ايها الحكم، كما انت قاسي ايها الحكم. تعرضني راموس وركلة جزاء لبرشلونة. يا الهي، لقطة جميلة، شوف اللمسة من الساحر، الله على ميسي، لمسة من بينهم، خدعهم نيمار، هنا انطلق، تعرض للإعاقة، وركلة جزاء، وطرد لريال مدريد. و...
ميسي دي جو لوبيز ويسجل براحة ميسي جول هنا الإعاقة التي تمت وهنا اللفتة التي شكلت صعوبات كبيرة بعد ذلك على ريال مدريد وهنا ركلة الجزاء وهنا الهدف الثالث والآن 3-3 يا إلهي وشافي شافي يبحث عن حل شافي مع اليسار ألبا شافي لميسي وبعد ذلك تالي أفيش كورة والقائم وبيدرو خلصها فاران لا 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 دانيال فيش كاد يسجل الهدف الرابع القاتل البارسا بوم ضربت في القائمة الأيمن ورجعت من أمام ديجو لوبيز فرصة سانحة للبارسا ضاعت الريال تراجع ويحكم مناطق في الخلف ولا يسمح لبرشلونة بأن يصل كرة من ماسكي لأنه جميلة لكنها فوق المرمى من جانب ماسكي تسديدة لكنها فوق المرمى اسمح للقول أنه نتيجة التعادل اليوم بصراحة نقول لا بأس بها بالنسبة لجماهير الفريقين على الجهة اليسرى يرجع لتشافي مرة ثانية تشافي يستا يستا توغل من هناك الى المراوغه من يستا با 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 كارثه حكم المباراه يقول ضربه جزاء لانيستا الكل ماسك راسه في سانتياغو برنابيو كره ثانيه لبرشلونه انيستا مع كارفاخال لا 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 يا مين من شجاعه بالنسبه للحكم نعم هو خطأ قد يكون البعض لماذا يمنح ضربة جزاء الأمر يتعلق بمباراة الريال والبارسا حكم المباراة هو ليو ميسي وديجو لوبيز الخمس دقائق الأخيرة ميسي يلعب الكرة وصلت ليو ميسي في خطأ نعم يصفر حكم المباراة يصفر نهاية اللقاء البارسا تفوز في سانتياغو برنابيو على الريال 4-3 البارسا تحبس أنفاس عناصر فريق ريال مدريد في مهرجان كروي فريد من نوعه شاهدناه معكم مشاهدي الأفاضل اليوم في هذه الأمسية في ملعب سانتياغو برنابيو مع مشاهدينا في بيك سبور لا أقول بأنكم استمتعتم مشاهدي الأفاضل لأنكم فعلا استمتعتم ربما فقط عشاق الريال الذين لم يستمتعوا